صحى من الغيبوبة ذاهبا إلى المنزل بعد نفاذ الأكسجين والعلاجات من المستشفى، وغيره ما زالوا في غيبوبة ولم يجدوا ما يساعدهم على الحياة، ووقف الأطباء عاجزين أمامهم. هذا أحد مرضى الفشل الكلوي، تم إدخاله إلى مركز الحميات بسبب إقفال غرفة العناية المركزة. كان المفترض يكون بالحالة هذه داخل غرفة العناية المركزة، لكن لانعدام الأكسجين اضطرنا نقله إلى قسم الحميات. ثلاث أيام للآن، حتى الآن 5 حالات وفيات وست حالات ادخلت القسم نتيجة لقلة ساعات الغسيل، نتيجة نقص مواد غسيل الفشل الكلوي. لا أكسجين داخل القسم طبعا، لا أي علاجات. في حال تدهور أي من الحالات لا نملك أي شيء. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فاطمة هي الأخرى، يقف ابنها إلى جوارها عاجزا وهي في غيبوبة منذ أيام، فلا دواء ولا أكسجين لتسعف. حالة الوالدة أول شيء شطايا اللي فاتيبة من العملية من الجهاز، وقف الجهاز، قست مدي وقف الجهاز، يعني ما قدرنا نفعل هاي حاجة. دخلناها قالوا وقف الجهاز، قاموا سووا لها قالوا صنعاء، في حولوا احنا صنعاء، صنعاء ما فيش طريق تقزع. وفي في الحالة هذه المريضة فاطمة تعاني من فشل كلوي مزمن كرونيك رينال فلر، فقدت الوعي أول أمس نتيجة لتراكم السموم، وكذلك إصابتها في ماكينة الغسل الشند التي تغسل عبرها المريضة بشظايا. الآن المريضة فاقد للوعي، تحتاج إلى تنفس صناعي أكسجين، واستقبلناها نحن الآن في قسم الوقود والحميات نتيجة لعدم توفر سرير بالقسم العناية المركزة وازدحام الحالات، كذلك عدم توفر الأكسجين في قسم العناية المركزة الذي سوف يشتغل عليه جهاز التنفس الصناعي. قبل يومين 5 حالات توفيت وغيرها في حالة إغماء ينتظرون قدرهم. فاطمة أحد هذه الحالات. الأطباء وأقرباء جميع المرضى يصيحون يا عالم أين الإنسانية؟ محمد يوسف لقناة سهيل تعز.